جناح 7 ميكس تي في استضاف العقيد الدكتور يوسف محسن غبرة مسؤول الأمن والحراسة بوزارة الداخلية السورية. والحدث الأهم كان لزيارة السفير الإيراني مهدي سبحاني لجميع أجنحة المعرض. قاعة مشهداني VIP شهدت توقيع عدة اتفاقيات وعقود لأربع شركات من الشركات المشاركة. الأحد 27 شباط هو آخر أيام معرض ساس إكسبو على أرض مدينة المعارض من الساعة 2 للساعة 7 المساء، ولا تنسوا تابعوا منصة 7 ميكس تي في للاطلاع على كل التفاصيل.